بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. وقفنا في الحلقة السابقة عند الديانات الغير سماوية، ونكمل إن شاء الله اليوم مع السيد جزء الديانات الغير سماوية، وندخل إن شاء الله بالديانات السماوية. سماحة السيد، سؤال: هل لطقوس الديانات امتداد لزمان الجاهلية عند العرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، نقدر نقول أنه بعض من تلك الديانات توجد لها جذور لطقوسها في تاريخهم، يعني مثل الديانات الغير سماوية معظمها مقتبسة من العادات والتقاليد، مثل ما في الحلقة السابقة يعني تطرقت لهذا الأمر، أنه معظمهم أو معظم تلك الديانات بنيت على الأساطير والخرافات وغيرها، لذلك جاءوا بتلك التقاليد ووضعوها أيضا كطقوس. مثل هذه الطقوس مثلا هي مثلا الذبح للأصنام، لا زالت موجودة، الذبح للأصنام أو إهداء بعض النساء مثلا للصنم الفلاني لا زالت موجودة. نعم، احنا هذه قد تكون نوعا ما غائبة عنا هذه المعلومات، ليش؟ لأنه ما تتطرق أو ما نتطرق لها باعتبار أنه شيء ما يخصنا، لكن لما نريد نجي إلى البحث حول الديانات أو عن طقوسها لازم نعرف أنه شنو هم، شنو طقوسهم، شنو هم ديانتهم، شنو تعاليمهم، شنو أحكامهم، حتى نعرف أنه هل هي الديانة حقا يعني أنه تتبع أم لا، أم غير يعني أنه جديرة بأن تتبع. هذه من باب آخر. الطقوس نوعا ما تكون عقلية، لأنه ما دام تجي بطقوس غير عقلية، مثلا يعني كانوا سابقا مثلا يرمون طفل مثلا من مكان، نوعا ما نقدر نقول مكان شاهق، حتى لو كان احنا بالنسبة لنا حتى لو كان مترين نعتبره شاهق، يعني هذا الطفل يتأذى يتكسر، إلى الآن موجودة مثلا في الهند هاي رمي الطفل إلى الآن موجود، أو مثلا السحق على أصابعه أو رجليه، سحقون على رجليه شوفونه ايش قد تحمله، طاقة تحمله، هل كان من العابدين أو الزاهدين أو غيره، هاي بالنسبة لهم لا زالت موجودة. وهذه منين جابوها؟ جابوها من ناكة، يعني من سابق، من الذين سبقوهم إلى تلك الديانة أو إلى تلك العادات والتقاليد والأعراف اللي نشأوا وتربوا عليها. نعم، نقدر نقول إنه إلها جذور في يعني في الأزمنة السابقة أو في العصور السابقة. نعم. سمحت سيد، هل نستطيع أن نربط عبادة الأوثان في الدين البوذي مثلا؟ هم طبعا البوذا بحد ذاته يعني هو شخصيا بوذا لما جاء بهاي الديانة ما جاء بها ليعبد، لا، هو أنشأ الديانة، وأنشأ الديانة، ما أراد من هاي أنه يعبد، ولكن راد شنو؟ راد الاحترام منها أو الإجلال، خلينا نقول بصورة أدق، أنه يكون أنه إجلال لمن؟ لهؤلاء أو لهذا الشخص الذي جاء بتلك الديانة اللي هم يعتبرونها صاحب تشريع، وصاحب التشريع أحق أن يحترم من هذا الباب، أنه ظل يحترم. لكن في كل ديانة، يعني ديانة نوعا ما تتصف بالطقوس أو بالطقوس العبادية، خلينا نقول تلقى نوعا ما من الرهبنة، تلقاهم عندهم رهبان. هذا الرهبنة إجت يمتى؟ إجت وراء بوذا، لما مات بوذا إجت وراء هذه التعاليم اللي جاءوا بها، هاي اللي موجودة حاليا أغلبها ما جاي بها بوذا، ما جاي بها، يعني هاي التعاليم هسه اللي موجودة حاليا عندهم ما اجى بها بوذا، اجى بتعاليم غير هذه،
معظم التعاليم اللي جاء بها تختلف عن ما موجود حاليا. نعم موجودة من ضمن التعاليم لكن مو كلها. الجديد فيها مثلا وضعوها كثير من عندها. مثلا واحدة من عندها انه قالوا لبوذا رسل. بوذا قال انا ما عندي رسل. انا مجرد هذه الديانة موجودة عندي. وانا اللي كتبتها لكم تتعبدون بها وانا موجد لهذه الديانة. وطرقها من ناحية الإجلال باعتبار أنا صاحب تشريع. هو لما أشراد لما جاء بمن جاء بالتشريع جاء بتشريع ديانة مو جاء مثلا الفقهيات بحيثيات الموضوع لا جاء بديانة يعني أنه حط إشراك مع الله سبحانه وتعالى وتجاهل كل الأديان السماوية السابقة. الأديان السماوية السابقة كانت تجاهلها وجاء بديانة تختص بمن بشخص الذاتي. لذلك لما مات بوذا الرهبان من هذه الديانة جعلوا منه أو جعلوا منه إلها وظلوا يعبدونه وسووا صنم. بوذا هو ترى مو يعني مو هاي الصورة اللي موجودة اللي هو يعتبر أنه نوعا ما متين وأذانه طويلة وما أعرف شنو من هذه المسائل. هذا مو بوذا. بوذا كان هيئته تختلف. كان يعني نوعا ما نحيف وكان يعني بعيد جدا عن الصورة اللي مرسومة حاليا. لذلك لما تروح مثلا في بعض الدول الآسيوية تشوف عندهم مثلا الصنم يختلف من مكان إلى آخر. مثلا الصنم اللي موجود عند اللي موجود في فيتنام غير اللي موجود مثلا في تايلاند, واللي موجود مثلا في تايلاند غير اللي موجود مثلا في سريلانكا أو في مثلا في مناطق الأخرى. تختلف نوعا ما من هذا من مكان إلى آخر. لذلك جعلوا جعلوا من بوذا إله بالنسبة لهم وأحق بأن يعبد. لذلك نعم هذا صنم. وأيضا موجودة حتى في الأديان السماوية. في الأديان السماوية يعني ظلت عبادة الأصنام موجودة لكن ما نقول أنه أصنام. أصنام موجودة لكن آلهة نعم موجودة لكن أصنام بهيئة إنسان. مثل إيش؟ يعني أكو ناس تعبد عيسى سلام الله عليه, عيسى بن مريم. عيسى بن مريم هو شو؟ رجل مرسل, نبي مرسل جاء برسالة إلى الأم إلى إلى إلى, إلى الأرض أو إلى إلى الناس. لما جاء بهذه الرسالة الناس عبدته. هذه أيضا تعتبر عبادة أصنام. ليش؟ لأن هو إنسان يعني يعتبر شكل أو تجسيد مجسد. لهذا إحنا ماكو معظم الديانات تؤمن أذكر لك حادثة بسيطة تصب بهذا الموضوع على مود حتى ما نأخذ من نقاط أخرى أو أسئلة أخرى. حادثة وهذه الحادثة تختص طبعا بالأديان السماوية. اليهود لما جاءوا إلى موسى سلام الله عليه بعد ميقات ربه قالوا له أنت يعني ليش هسه هذه الناس كلها موجودة عندهم آلهة, ليش إحنا مثلا من دون هذول الناس كلهم ليش ما عندنا إله سوينا فد إله حتى نعبده. ذولا شنو ما مستوعبين الرسالة, عقولهم ما متفتحة. لذلك ما قدروا يؤمنون, عقولهم ما قدرت تستوعب الرسالة. شلون يؤمنونهم بإله غير موجود, لا يشوفونه لا يلمسونه لا يعني مثلا يطلبون من عنده مباشرة, فيشوفون أنه صعب عليهم أنه يتقبلون هذه النوع. لذلك لما غاب موسى سلام الله عليه سوى السامري جمع حليهم, الحل اللي عندهم الذهب اللي كانوا مستعيريها من القبط جمعوها وجمعها هو وسوى لهم عجل. حتى القرآن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسدا له خوار. هذا السامري كانت عنده نوعا ما من الهندسة الصوتية, ركب بداخل العجل أنابيب وأوهمهم بأنه هو هذا عجل حي وتبعوه على هذا الأثر. بمجرد أن يجنب موسى سلام الله عليه شاف أنه قال أنتم ليش ما تستوعبون الرسالة جاية, الله سبحانه وتعالى موجود تجون تسوي لي صنم وتعبدون من دون الله. لذلك يعني شاهد الكلام, لذلك نشوف معظم الديانات حتى السماوية منها تؤمن بعبادة الأصنام معظمها يعني.
سمحت سيد، هل يقر أهل تلك الديانات بوجود الله ووحدانيته؟ معظم الديانات اللي موجودة حاليا سواء كانت من الأديان السماوية أو غير السماوية، الأديان الغير سماوية على وجه الخصوص لا تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى اللي احنا نعطيه صفة الله سبحانه وتعالى. نعم عندهم موجد، يعني عندهم موجد للخير وعندهم موجد للشر، هم يسمونه بعد تسميات أخرى، أكو من يسميه بوذا وكن من يسموه كريشنا وكن من يسموه غيره من هالتسميات اللي يتعبدون بها. لهذا السبب تشوف نعم بالنسبة لهم كموجد أكو موجود، أما كمثل ما تقول مصطلح أو تعليم كامل أو بصورة أدق أنه الله سبحانه وتعالى هو الإله، لا لا يوجد وحدانية، لا توجد عندهم وحدانية، يعني بعيدين، هم بعيدين كل البعد طبعا عن الوحدانية. أما بالنسبة للأديان السماوية عندهم هذا النوع بأنه الله موجود لكن يحطون معه إشراك، إشراك مع الله سبحانه وتعالى. سماحة السيد، بالنسبة إلى أصحاب الديانات الغير سماوية هل يؤمنون باليوم الآخر؟ معظم الديانات الغير سماوية تؤمن بالانتقال الأرواح من مكان إلى آخر، من جسد إلى آخر، يعني هذا الجسد إذا انتهى مدة صلاحيته اللي مثلا نسميها expire، هذا انتهت مدة صلاحيته تنتقل من هذا الجسد إلى شخص حديث الولادة. وبعضهم لا يؤمن بأنه يوجد يوم حساب وكل من هناك يعني يأخذ الحق، لكن بعد ما يأخذ الحق يرجع من إلى دار الدنيا. يعني بعضهم يؤمن بوجود أو وجود اليوم الآخر. نعم نعم. سماحة السيد، دعنا نبحر الآن بالديانات السماوية. سيدنا، الشائع عند أغلب الناس من سكان دول العالم أن الديانات السماوية تتألف من ثلاث، هناك ديانات رئيسية، اليهودية والمسيحية والإسلام. هل هناك ديانات أخرى لم نذكرها؟ ولما سميت تلك الديانات بالسماوية؟ الديانات السماوية طبعا ذكرت بالقرآن، لكن بعضهم يذكر يعني يذكر بأنه هذه الديانات يعني اختلفوا المفسرين بها، يقول أكو بهم من آمن بالله سبحانه وتعالى لكن ما كانت عنده رسالة سماوية. مثل من؟ مثل القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. الصابئة اللي هم احنا نسميهم الصابئة المندائيين، الصابئة ذولا هم ديانة يقولون بأنه ديانتنا احنا مأخوذة من يحيى سلام الله عليه، ويقولون احنا عندنا كتاب اللي هو يعتبرون الزبور، زين، فيقولون بأنه احنا ديانة سماوية وعندنا مشروعية وشريعتنا موجودة، لذلك انه نقول ديانة سماوية. فبعضهم قال بأنه نعم هي ديانة سماوية، فلا يعني ما تقتصر فقط على المسيحية والإسلام واليهودية. نعم. لماذا سميت الأديان السماوية بهذه الأسماء؟ هل هناك سبب وراء تسميتها؟ وما هي العقيدة لدى كل من الديانات السماوية؟ طبعا هذا تشريع سماوي، لأنه احنا لما نريد نشوف مثلا الديانة السماوية تختلف بتشريعها من ديانة إلى أخرى، مثلا نجي للديانة اليهودية عندهم 10 نقاط لا يمكن تجاوزها، ولا هم تجاوزوا بها، لكن عندهم بالنسبة لهم 10 نقاط هاي لا يمكن تجاوزها، اللي هي مثلا لا تقتل، زين، أو لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا مثلا غيرها من هذه النقاط اللي موجودة، النقاط اللي موجودة عندهم انه كان من المفروض انه ما يتبعونها، عفوا يتبعونها وما يتجاوزونها، معذرة انه ما يتجاوزونها، ولكن هم تجاوزوا في يعني وايد تجاوزوا بها، اللي هي مثلا عندك السرقة، سرقة مثلا القدس
لذلك أنه يعتبرون هذه الأرض مسروقة. لذلك أكو خلاف موجود أيضا الآن بين اليهوديين أو بين اليهود والإسرائيليين. ذلك يقرون بأنه هم على دين من؟ على دين موسى سلام الله عليه، ويقولون هذه أرض فلسطين هي أرض مسروقة، أرض فلسطين أرض مسروقة وما يجوز نتعبد بها. متى ما أقر أهلها أن مثلا بالبقاء بها ذاك الوقت أنه تكون عبادتنا شنو مقبولة. مثل ما عندنا احنا هسه، احنا حتى عندنا بالإسلام أنه الأرض المغصوبة ما تقدر تصلي عليها، لا اغتصبت الأرض أنت ما تقدر تصلي عليها باعتبار أنه العبادة عليها شنو تكون يعني غير مقبولة. فهذه واحدة من عد النقاط اللي موجودة عليهم واللي أثيرت. أنه مثل ما قلت لك قبل شوية، أنه هل هناك أنت تقول مثلا هل هناك سبب وراء تسميتها يعني بالأديان السماوية؟ احنا نعرف أنه الأديان السماوية هي تشريع سماوي. شنو يعني تشريع سماوي؟ يعني تشريع نازل من السماء من الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة لما أعطيت أنه من السماء يعني تشريع من الأعلى إلى من؟ إلى الأدنى. لذلك الأدنى لازم يتبع تعاليم الأعلى. يعني حتى احنا عندنا مثلا بالمؤسسات الحكومية أو في أي شيء دائما الرئيس العمل والموظفين، الموظفين يتبعون رئيس العمل، في البيت رب الأسرة يتبع منه أولاده. لذلك أنه هذه دائما من الأدنى، الأدنى يتقبل منه تعاليم الأعلى. الله سبحانه وتعالى هو اللي شرع هذه الأحكام من السماء، يعني طبعا من الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول لما نقول من السماء نعبر عن السماوية أنه تشريع شنو إلهي. لذلك أنه نقول تشريع سماوي، وإلا أنه مو من السماء يعني من السماء نازل علينا يعني ما لها صحة نهائيا، ولكن شنو تشريع سماوي. فنقدر نخليها فقط بس من هذا الباب أنه نقول لأنه الله سبحانه وتعالى أنزلها زين، وهي تشريع سماوي يعني من الأعلى إلى الأدنى. نعم. سمحت سيد، هل هناك صفات أو عادات شائعة معينة لأصحاب الديانات السماوية؟ أصحاب الديانات السماوية امتازت بقضايا، مثلا طريقة التعبد، وأيضا أماكن العبادة اختلفت من ديانة إلى ديانة أخرى. عندك مثلا اليهود، اليهود لما شلون تعرفه يهودي بالنسبة لهم؟ لأن أنت سألت عن الصفات والأشياء اللي هم يعرف من خلالهم، مثلا ملابسهم تعرف يعني من خلال ملابسهم تعرفهم بأنهم مثلا يهود، اللي هم يرتدون هذه اللي هي فوق رأسهم اللي هي نسميها يعني مثل غطاء الرأس، هذا اللي بسيط زين. هذه طبعا من خلالها، وأيضا الشعر الطويل واللحية الكثيفة زين، وملابسهم يعني اللي هي الدلع عليهم. وأيضا بالنسبة للشباب هم مثلا يحطون نجمة داود، يحطون نجمة داود فيعرفون مثلا هاي بالنسبة لمن؟ من ناحية الشكل. من ناحية العبادة تعبدهم يختلف عنه، مثلا يقفون أمام الجدار زين، أمام جدار مثلا القدس، ويظلون يقرون من الكتاب أو من هذه اللي هم يسمونها الأغاني أو المزامير، يظلون يقرون من عدها، وبحركة هي نقدر نقول مثل حركة هذا مثلا الطائر من يريد يلتقط فتشي من الأرض يعني يأكل. هذه الحركة بالنسبة لهم هي حركة ديانتهم أو التعبد، طريقة التعبد مالتهم. يقولون احنا يعني شلون نندمج مع القراءة نظل نسوي هيك. المسيحيين لا، المسيحيين تختلف مع الكنائس، هم عندهم يسمون الكنيسة بالنسبة لليهود الكنيسة، وبالنسبة يعني يعبر أيضا عنها باللغة الإنجليزية يسمونها سينيغوغ، وبالنسبة للمسيحيين تشيرش اللي هي الكنيسة. طبعا الكنيسة معروفة وحتى متواجدة في معظم بلداننا العربية، موجودة هاي الكنائس. وعباداتهم مثلا عباداتهم فقط في يوم الأحد ساعة 10 يجون يقرون في جزء بسيط من قسم من الأقسام اللي موجودة في الإنجيل ويرحون. فمعروفين، بالإضافة أنه أكو صفات لهم، يعني مثلا هم لا يلتزمون بحجاب، لا
يلتزمون بغيرها من هذه القضايا، فمعروفة صفاتهم يعني، خاصة إذا كانوا وسط، إذا كانوا في وسط إسلامي راح يعرفون مباشرة. نعم سماحة السيد، بما أنك ذكرت يوم الأحد، يعني ذكرت يوم للتعبد، لماذا يكون اختيار الأيام مثلا عند المسلمين يوم الجمعة للعبادة والذهاب إلى المسجد صلاة الجماعة، وعند اليهود أعتقد السبت، والمسيحيين الأحد، لماذا اختيار هذه الأيام؟ اختيار يوم الأحد للمسيحيين ما جاء يعني تشريعي، مو تشريعي ومو بفضل، وإنما مماشية يعني يماشون ما يريد مثلا الناس في هذا العصر، أو ما يريد الناس في هذا الوقت. مثل إيش؟ مثلا الناس مشغولين وما عندهم، ما عندهم مثلا مجال للتعبد إلا في مثلا نهاية الأسبوع. هذه طبعا مو جديدة، لا يعني سابق العهد كانوا غيرهم، وحتى يعني اقتصروا بدلا أن تكون مثلا اليوم هو كان عندهم يوم الأحد يوم تعبد كامل، ها، أما أنهم اقتصروا على ساعة، هذه الساعة هي فقط أنه يصلون بها ويكملون صلاتهم ويروحون. أما أنه كتشريع سماوي بأنه أنتم لكم يوم الأحد، لا هذا ما موجود، حتى في إنجيلهم ما موجود هذا اليوم الأحد. نعم. سماحة السيد، سمعنا بأنكم تقولون أن التحريف والتناقض موجود في التوراة والإنجيل، فهل يوجد دليل على هذا القول؟ نعم موجود دليل على أنه التحريف موجود، وبدلائل مو دليل واحد. يعني احنا لما نريد نجي مثلا صموئيل الثاني مقارنة مع مثلا الأناشيد، أو مثلا خلينا نقول اللاوين، صفحة لاوين مثلا في الإنجيل، لاوين وصموئيل هو في عهد واحد، هذا يذكر مثلا داود جاء ومعه 6,000 مركبة، ومثلا معه 10,000 راجل مثلا، وهنا شو يقول؟ يقول لا، داود جاء ومعه 5,000 مركبة، وجاءوا معه مثلا 5,000 راجل، فهنا صار تناقض، وهنا عندنا التناقض يسقط، يعني يسقط الدليل، وحتى الرواية تسقط إذا كان تناقض بالدليل، صح؟ فهذا تناقض موجود في الديانة أو في العهد القديم والجديد. يعني التوراة والإنجيل بها 4,400 تناقض وخطأ، 4,400 تناقض وخطأ، وموجود هذا الكتاب، بوسع أي شخص أنه يرجع حتى إلى الإنترنت ويدخل مثلا، يقول مثلا يكتب هل يصمد الإنجيل باللغة العربية، إذا يريد مثلا إذا مترجم للغة العربية هل يصمد الإنجيل، أو باللغة الإنجليزية بس يكتب Does the Bible stand، هاي واحدة. والكتاب الثاني اللي هو يشرح المتناقضات يقول به 4,000، يعني يكتب 4,400 error in the Bible. سماحة السيد، هم يعلمون تماما بأن هناك تناقض، فلماذا لا يكون الخبراء لديهم أن يجتمعون على كتاب واحد ويرمون جميع التناقضات؟ قبل فترة يعني ليست بالبعيدة، نقدر نقول مثلا سنة أو أكثر، أي سنة أو أقل عفوا، واحد من الولايات المتحدة من أمريكا حاول يسوي إنجيل جديد. هذا الإنجيل الجديد شو يسوي به؟ مثلا أنت شو تقول بأي تناقض موجود يحاول يشيله، يحط مثلا شنو؟ فتشي موحد، وادعى بأنه هو هذا الإنجيل شنو؟ وهذا الإنجيل الصحيح. الفاتيكان رفضت هذا الشيء جملة وتفصيلا، قالوا هذا حكي ما يمشي، وموجود أيضا بوسع أي شخص الرجوع وشوف هذا الشيء. ولكن أنه ليش ما يجتمعون؟ هذه بها بحوث كثيرة. ليش؟ لأنه هنا راح تتضارب تجاراتهم، والتجارة عندهم مثلا تجارة الخمر، تجارة مثلا تجارة الخنازير أو لحم الخنازير، تجارة أخرى
اللي هي مثلا محرمة عليهم وهم أحلوها، هذه شنو هاي كلها مثلا ممنوعة، فما يقدرون يجون يسوون، يعني تصير هاي كارثة عندهم، كارثة بالأمة. يعني واحد متعود على ياكل لحم خنزير مثلا منذ نعومة أظافره، الحد الآن يجي واحد يقول له مثلا هذا حرام، صعبة عليه، ما يقدر يتحمل، لهذا السبب ما يقدرون، وحتى وإن قدروا العالم ما راح تلتزم بهذا الشيء. نعم. سماحة سيد، هل لا زال هناك كلام لله لم يمس بالتوراة والإنجيل رغم كل التحريف؟ وإذا كان بها كلام لله فعلا، هل يجوز أن نتعبد به؟ التوراة والإنجيل في بداية الأمر أنه ما نقدر نقول أنه هو كلام الله سبحانه وتعالى. لما نريد نرجع نشوف معظم اللي وضعوا التوراة والإنجيل وضعوا أناس، يعني وضعوا قساوسة، زين، اللي وضعوا هذا يعني مو مثلا كلام إلهي، كلام من الله سبحانه وتعالى، لا، هم جاي يروون روايات يقولون مثلا عيسى قال كذا، شخص يروي الحوادث اللي صارت مع عيسى، يروي مثلا القصص، يروي مثلا الأناشيد، أو مثلا يروي بعض الأشياء اللي كان يتعبد بها عيسى مثلا، هذه كانت معظمها. أما كقول من الله سبحانه وتعالى لا، ماكو عندهم، يعني ككتاب حتى وإن وجد ما يجوز إحنا نتعبد به، حتى وإن وجد ما نقدر نتعبد به. ليش؟ لأنه إحنا بالنسبة لنا عندنا ديانة إسلامية، ما نقدر نتعبد بالديانة السابقة. إحنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لما إجى بآية، والقرآن يعني أكد هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، عن لسان النبي اليوم شنو؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإحنا عندنا دين كامل متكامل، نروح ندور على أشياء بسيطة، يعني ما شيء يعني مو صحيح وما يجوز أن نتعبد به. نعم، بعض الأقوال مثلا أقوال الأنبياء، أقوال المرسلين، هذه هم أنبياء، أنبياء مثل ما كانوا لغيرنا إن موجودين أيضا، باعتبار هو النبي مرسل من الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا عيسى بن مريم لما يقول في حديث، عيسى بن مريم سلام الله عليه لما يقول في حديث مثلا اهتم بعيبك وإياك وعيوب الآخرين، هذه الحديث موجودة عندنا، حتى موجودة عندنا بالإسلام نفسيتها، حديث أخلاقية، زين، يعني مو بس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه في بيت من الشعر، حسب ما بيوت من الشعر يعني تنسب إليه، من يقول إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعيشك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. فهذا الحديث نفسيته هذا هنا، وهذا يعني صب مصب اللي إجابي الإمام سلام الله عليه. فنعم، بعض الأقوال نقدر نأخذها باعتبار أنها قول النبي، أما موجود بداخل الإنجيل لا، ما نقدر ناخذ اللي يعني ونتعبد به. نعم، ما نقدر نتعبد بالقضايا اللي جاء بها الإنجيل أو التوراة. نعم. سماحة السيد، ودنا أن تكلمنا عن مناظرتك مع الأب فرانك جونز، لكن إن شاء الله في الحلقة القادمة. إن شاء الله أعزائنا المشاهدين، إن شاء الله نأمل لقاءكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.